يوم انطلق المؤتمر الصحفي لملتقى الشارقة الدولي للراوية الدورة 24. هذا الملتقى لهذا العام يتحدث عن حكايات الطيور. اختيار العنوان هو اختيار تسلسلي، نحن كل عام نختار شيء له علاقة بالثقافة الإنسانية، وأعتقد بأن الطير من أهم الكائنات الحية التي ارتبطت بالإنسان وارتبطت حتى بالأنبياء. وفي هذا الملتقى تحدثنا عن ضيف الشرف وهي موريتانيا من خلال اسمين. يعني هذا العام أعتقد الدورة مميزة لأنها تعقد في مباني معهد الشارقة للتراث، وأعتقد هذه مناسبة طيبة لبقاء المعارض والفعاليات لمدة أطول. وهذا العام أيضا لأول مرة يستمر الملتقى لمدة 5 أيام، وفي العادة هو بدأ بيوم ثم يومين ثم 3 أيام كانت الأكثر. هذا العام سيكون لمدة 5 أيام، ولكن هناك فعاليات استباقية وهناك فعاليات بعد الملتقى سوف تبقى إلى مدة 3 شهور إن شاء الله، أما المعارض ستبقى سنة كاملة.